إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن الحمى القرمزية. في بعض الأحيان يرافق التهاب الحلق البكتيري طفح جلدي أحمر وخشن، يعرف ذلك باسم الحمى القرمزية. يبدأ هذا الطفح طبعا على الصدر والبطن، من ثم ينتشر في جميع أنحاء الجسم أو يرافق ارتفاع في درجة الحرارة. وأيضا لسان يشبه حبة الفراولة. طبعا من دون تلقي علاج يمكن أن تؤدي الحمى القرمزية إلى الحمى الروماتيميزية. في بعض الحالات نادرة يمكن أن تؤدي إلى تلف في القلب. هذا هو السبب في هذا، أن الحمى القرمزية كانت في وقت من الأوقات تعتبر من أمراض الأطفال المرعبة. أما اليوم فإن الحمى القرمزية يتم علاجها بسهولة باستخدام المضادات الحيوية الموجودة في أغلب العيادات العالم. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، إن شاء الله نشوفكم في درس قادم.